كتشوفوا معنا اللهم بارك الحوالة، هذه البلاصة رائعة جدا، موجود الخير وخالي معكم دابا. اذا الحوالة ابتداء من 2000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، 5000 درهم، كما كتشوفوا الانواع ديال الحوالة كاينين ب 2000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، 5000 درهم. اذا حاليا كنتوجهوا في اكادير، غادي نمشيو لكم هذه البلاصة اخرى ان شاء الله بحول الله، وغادي نكتشفوا لكم كما كتشوفوا السيكيور اللوزان. ها انت تبارك الله مبارك، حاجه مليحه البرقيه، السردية ديال البلاد وعندها ديال السبانيون. ها ديال السبانيون، ولكن ممكن تفسر لنا بعض الناس اللي غادي يشاهدوا ديال السبانيون كيفاش ديال السبانيون؟ يعني جابوه من السبانيون على حساب قال لك شويه، دابا هذا كبر في السبانيون وجابوه للمغرب. جابوه للمغرب. تماما. بيو عشي كلشي مبيع، كلشي. والساكنين ديال اكادير؟ اييه. سلام. مزيان مزيان، الله يسخر لكم. ايوا كما كتشوفوا معنا، اذا هذه الحواله اللي شفتوا معنا تبعوا، ولكن دابا على حساب تجيبوا لي حواله جداد. ما غايجي السلعه ان شاء الله. غاتجي السلعه تماما. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد، جينا نصوروا حواله. اذا هذه البلاصه عندكم من هنا حتى لهذ البلاصه اتجاه فيه الحواله، غادي نحاولوا نكتشفوا لكم اثمنه ديال الحواله، وغادي نكتشفوا لكم الثمن ديالهم بالكيلو وكل شيء. حاليا كنتواجدوا في مدينه اكادير. ايوا عواشركم مباركه، غادي نكتشفوا لكم الحواله ديال العيد، استمروا معنا. ايوا كما كتشوفوا اللهم بارك، هادو الحواله ديال اكادير، الحواله اثمنه ابتداء من 2000 درهم حتى 3000 درهم، 5000 درهم. ياك اللي مليح في الجوده تلقى كذا مالوج. اييه مرحبا، واخا ندخل عندك دخل. ايوا مرحبا بك، كاين مليح ياك، ماشي مشكل تبان في الفيديو اخويا، مكاينش مشكل. صافي واخا تلقى زيد من انت زعما هذيك هاني بعدا هاني، الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا خوتي الخير موجود تبارك الله. معكم رشيد من نواحي الشماعيه. اييه عندنا المليح وعندنا الكليان في اسواق السلام في اكادير. انتم كتواجدوا في اسواق السلام؟ اسواق السلام في اكادير. والمليح عندنا المليح. دابا شحال داير هذاك؟ هذا داير 70 كيلو. 70 كيلو والثمن ديالو؟ 86000. 86000. ودابا تقريبا على حسب الساكنين ديال اكادير كيشريو. نعم. لا 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 دابا هذا السردي. سردي مالك. الكمامة العين كحلة. تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. عندنا المليح. حاجة مليحة. حاجة مليح مشي. مرحبا بك وكل مرة جي عندنا. اييه ان شاء الله. كيف كتشوف اخوتي. الحوالات تبارك الله. سنة الحليب. سنة الحليب كمامة العين كحلة. حاجة مليحة. أنت. تبارك الله. اللهم بارك. حاجة مليحة. حاجة مليحة. دابا هادو منين جبتيهم؟ الشماعية. الحوالة ديال الشماعية. ديال الشماعية. تقريبا هذا شحال في عمره تقريبا؟ ما عندهمش العام، ما لحقينش العام. 10 شهر. 11 شهر، 12 شهر. ماكسيموم عام. تبارك الله. كاين الجودة وكاين المليح وكاين الحاجة مليحة. سلام. بغا نيجي عندنا اسواق السلام في اكادير. ان شاء الله مرحبا. تحياتي. حتى المتابعين ديالنا اللي كيشاهدوا في هذا الفيديو، جيو عندهم لسوق السلام وشريو عنده الحوالة تبارك الله. عندنا الكليان وعندنا الشماعية. اللهم بارك. إذا كما كتشوفوا معنا، ودابا تقريبا الرواج إمتى كيكون عندكم بزاف؟ حنا حاليا عندنا كليان. عندكم كليان؟ عندنا كليان ديالنا، عندنا كنبيعوا الكليان هنا. قبل العشرة كيجي عندنا الكليان كنبيعوا. عندنا نبيعوا عديه. عندنا المنيو وعندنا البرقية وعندنا السردية كاين. شحال دابا البرقية؟ شحال كيدير البرقية؟ 67 درهم. 67 درهم. دابا أنتم كتبيعوا بالكيلو؟ بالكيلو. عندنا الجودة. كديروا الحولي في الميزان كتشوف شحال خرج. شحال خرج وكنبيعوا. تبارك الله. اللهم بارك الحوالة، هذه البلاصة رائعة جدا، موجود الخير وخالي معكم دابا. إذا
الحواله ابتداء من 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم كما كتشوفوا الانواع ديال الحواله كاينين ب 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم اذا حاليا كنتوجهوا في اكادير غادي نمشيو لكم هذه البلاصه اخرى ان شاء الله بحول الله وغادي نكتشفوا لكم كل شيء هذا ذكر فيه كما كتشوفوا هذا الخير كله الله هو بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما ديال اسبانيا ها الحاولي ديال اسبانيا تبارك الله تبارك الله المليحة الاسبانيونا هو عند الباطا 60 كيلو هذا 60 كيلو 60 كيلو الوزن ها انت تبارك الله اللهم بارك حاجة مليحة البرقية السردية ديال البلاد عندها ديال اسبانيونا ديال اسبانيا ولكن ممكن تفسر لنا بعض الناس اللي غادي يشاهدوك ديال اسبانيا كيفاش ديال اسبانيا يعني جابوه من اسبانيون على حساب قال لك شويه دابا هذا كبر في اسبانيا وجابوه للمغرب جابوه للمغرب تماما راه فيه الجوده وفيه الناس تبارك الله اللهم بارك هذا حولي ديال اسبانيا شو تبارك الله كدير شوف تبارك الله تبارك الله انتم شفنا لكم انواع الكسيفه اكادير اسواق سلا قلب الحول اسي قلب الحول قلب الحول شوف تبارك الله كما كتشوفوا شوف تبارك الله كيداير شوف جمال حاجه مليحه كما كتشوفوا السعه تبارك الله كيداير شوف رائع جدا واخا استمروا معنا اخوتي حاجه مليحه كاين اثر ديال الحولي هذا الثمن ديالو شحال شي 84000 84000 اذا تمية مناسبه اذا بالنسبه للغلاء الشماعيه مرقد ديال الشماعيه مرقد مليح تبارك الله تبارك الله كبيره تبارك الله حاجه مليحه واخا ضروري ضروري تبارك الله تبارك الله المزيد ديال الحواله هنا تبارك الله اذا هادو قلتي كلهم كل كلشي بيو عشي كلشي مبيع كلشي والساكنين ديال اكادير اييه سلام 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 مزيان مزيان الله يسخر لكم ايوا كما كتشوفوا معنا اذا هاد الحواله اللي شفتوا معنا تبعوا ولكن دابا على حساب تجيبوا الحواله جداد ما غايجي السلعه ان شاء الله غاتجي السلعه تماما اذا شنو رايك انت دابا على حساب اللي كيقولوا هذا العام السوق غادي يكون غالي بزاف العام كاين ثمن شويه العام ولكن 4000 درهم 5000 درهم ثمن مناسب مو شويه مسلك شويه بعض الناس يقولوا لا يقدر الحولي يوصل 10000 درهم وهذاك الشيء غير هضره صافي اش هضره قال لك بانه الغلا ديال المعيشه والزياده والدروج 55 45 8 ديال الحواله غادي يبقاو بحال العام اللي داز ياك يبقى بحال هكا تماما كما كتشوفوا اللهم بارك الحواله في كل مكان واش بغيتي تدوز معنا هاك انت هو مول الشياك مول الحواله كاملين مول الحواله هذا هو مول الحواله غادي تقول لنا على حساب خصوصا الناس اللي غادي يشاهدوك على حساب الثمن بعض الناس كيقولوا الثمن غالي لا اثمنه مناسبه اثمنه مناسبه اذا داك الشيء غير هضره اللي كيقول لا الحولي غيوصل 10000 درهم من فوق لا عنده الخير موجود باقي عنده في الكوري ودابا انت غادي تجيب الحواله دابا باقي العيد تقريبا 15 يوم غادي تجيب الحواله اكثر من لا غادي يجيب الحواله غادي تخدموا حتى تقريبا يبقى العيد نهار ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك بالتوفيق ان شاء الله بحول الله الثمنه ديال الكيلو مزيانه ياك لا لا الثمنه مناسبه هذاك الشيء اللي كنشوف انا الاسواق راه كاينين الناس اللي كياخذوا السلعه ب 80 درهم دابا بغيت نسولك مثلا السوقين زكان بحال الاسواق ديال المدن ما افضل يشري انسان خاص في السوق السلام ولا بعد الاسواق ولا شكون على حسب الناس ديال المدينه واسمو ما يمشوش عند برغازه برغازه صعيب يمشوا للكيلو يمشوا للكيلو يمشوا للكيلو دابا كاين الناس ما يعرفوش ما يعرفوش يقلبوا كيلو شوف العلف عندنا وعارفين تماما العلف ها هو البشنا اييه هاي العلف ديالهم ديال الاغنام شوف شوف احنا ماشي كنتهموا البرغازه احنا برغازه لا لا الصح دابا تحطيت غير رايي غير بعض الناس اللي ما كيعرفوش يقلبوا الناس اللي تماما الناس اللي ماشي كنتهموا البرغازه البرغازه حنا برغازه اخويا فعلا غير الناس اللي ما كيعرفوش يقلبوا احسن من كيلو
تماما. كيشرو شي محل ديال فيه كيلو شي فيه ماشي ان شاء الله يعرف عاد من سير الحولي ان شاء الله. انتم عندكم الخبره على الحواله بزاف تبارك الله. عندنا خبره الحولي شتي تبارك الله. الحولي مليح فين المقاطع حاجه مليحه. شوف العند ديالهم راه غير البشنه السمندر ايه مزيان والفصه والباب صافي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. الله يسخر لكم تحياتي لك بعدا. الله يا ودي ياك موافقين دوزو معنا موافقين واه حييها مبيوع تبارك الله. تماما دابا كما كتشوفوا هذه الحواله كنصايبوا مع الناس اللي باغي شي حاجه. سمع اخويا اييه كنصايبوا مع الناس اللي باغي شي حاجه. مرحبا تماما نتوما ثمنا بالكيلو رائع جدا. شي حاجه مزيانه مع الناس الثمن مزيان مناسب وكنصايبوا مع الناس اللي بغا شي حاجه كنصايبوا. عندك الصحه. ودابا بحال الحولي سمين شي حولي سمين بزاف شحال الثمن ديالو هذا العام؟ حولي كاع شي حاجه واعره كاع شي حولي واعر شحال؟ 5000 درهم صافي. اذا هذيك 10000 درهم ما كايناش. لا عرفت دوك اخويا داكشي ما كاينش. كما كتشوفوا الحقيقه هذا السيد قال لكم باينه الحواله ثمن مناسب 5000 درهم. 5000 درهم اضحيه. تماما الله يسخر اخويا. الله يحفظك اسيدي. مرحبا. ايوا تشوفوا معنا باقي الحواله كنحاولوا نصوروا لكم كل شيء. اللهم بارك. هذا الخير كله مبيوع. دابا كتحطوا الماكله ديالهم هنا. لا غاديين معازينهم هنايا تبيعهم. دابا شنو كياكلوا هما؟ الشماندر الساحل الرويزه. الشماندر الرويزه تماما. البال البال اللهم بارك. في العزينه السردين حاجه مريحه تبارك الله. صراحه قلت انا غادي نكتشف بانه اثمنه غاليه ولكن اثمنه مناسبه. الحواله كما كتشوفوا اللهم بارك. هشة رائعة. الله يحفظك. الله يسخر لي. الله يسخر لكم. وحاليا هذا حدا سوق السلام. اذا اسواق السلام الحوالي حدا سوق السلام. اذا كما كتشوفوا اللهم بارك الحوالة موجود الخير تبارك الله. سبحان الله الخير. ايوا جينا خاص الاسواق السلام اللي كتوجدوا حدا اكادير ما بعيدش على الحي المحمدي. ايوا حاولنا باش شاركنا معكم خاص اثمنه ديال الحواله قبل العيد وفي نفس الوقت شفتوا اثمنه بالكيلو شفتوا الحواله وهاد الحواله كلهم اللهم بارك تباعوا والحواله اللي الحي باقي ما تباعوش. اذا الخير موجود وبلادنا تبارك الله موجود الخير. حط الله الحواله حط الله الخير اللهم بارك. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم نتمنى الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اللهم بارك. الحواله ديال العيد شوفوا تبارك الله حاجه مليحه حاجه مليحه حاجه رائعه جدا. نتمنى الاعجاب ديالكم نتمنى الاشتراك في القناه. واش غادي تقول لنا باقي؟ واه صافي اخويا. واش مبروكه؟ واش مبروكه؟ تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بحول الله وفي نفس الوقت هذا العام كيقولوا الناس بعض الناس تخوفوا من الاثمنه غاليه. ما العلف غالي دابا وشي؟ ها في بلادنا راه موجود الخير كلشي غيشري زعما. كلشي غيشري ان شاء الله. كلشي غادي يعيد كلشي غادي يشري ان شاء الله بحول الله. كلشي غيشري. تماما. اللي عندك ما عندوش كلشي غيضحي كلشي. هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. الجمل باقي عاد السلعه في البلاد باقي يجيبها ياك. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله. شفت هذا هو هذا؟ شفت هذا؟ مليحه حاجه مليحه تمام تبارك الله. موجود الخير عجبني انا هذا الخير تبارك الله. عجبني. هذا هو هواريه. هواريه ياك. هواره ياك. تبارك الله. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. 15 يوم 15 يوم ياك. هذا السردي هذا تبارك الله. السردي تبارك الله. دابا شحال كيوزن هذاك الكيلو تقريبا؟ هذا واش غادي نقول لك هذا كيمشي حتى الى 65 65 ياك. الى 70 حتى 70. اذا انتم كتبيعوا بالكيلو؟ بالكيلو ياك. تماما اللهم بارك. كما كتشوف حاجه مليحه تبارك الله. حاجه مليحه حاجه
رائعة جدا. إذا نتمنى إن شاء الله الإعجاب ديالكم. إذا حاولنا شاركنا معكم هذه الحويلة رائعة جدا خاص في الأسواق السلام. إذا جميع الأسواق حاليا غادي يكونوا فيهم الحويلة. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الخير. ونتمنى إن شاء الله حاولنا درنا الجهودات ديالنا. راكم عارفين هادشي ديال الأغنام كيتواجد خاص في الأسواق فقط. وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نديروا المجهودات ديالنا باش نصوروا لكم أثمنة ديال الحوالة وغادي نصوروا لكم مزيد. إذا هاد الناس ظريفين ما لقيتش مشكل قالوا لي صور وصورت. وحاليا نتمنى إن شاء الله الإعجاب ديالكم والبارطاج ديالكم. تهلاو.